عبير وهذه الآن كادت أن تصل إلى كسال. نحن أيضا بدأنا نتقدم، صحيح تأخرنا في التصنيف الأخير 15 درجة إلى الوراء على مستوى تصنيف الفيفا، لكن طبعا هذا هو نتيجة طبيعية للهزائم التي مني بها المنتخب في نهائيات الشن بجنوب أفريقيا أمام الكونغو، أمام الغابون، أمام كذلك بوروندي. لكن طبعا المشاركة هي جيدة خاصة للنهائيات، ومن شأنها أن لا تفيد فقط في خبرة اللاعبين ولكن أن تحقق النتائج المأمولة بها. طبعا هنا أيضا على مستوى الدوري الوطني هناك كوكب من اللاعبين الذين يستحقون أن يكونوا في المنتخب، وهذا طبعا رأيي ورأي الكثير من الجماهير الرياضية الوطنية، وإن كان البعض طبعا يعتقد أن المدرب هو سيد الموقف الأول والأخير، مثل مدافع الإكسار بلا شريف كارلوس وهو المدافع الرائع، ونحن بحاجة إلى المدافعين في هذه الأخطاء. بطاقة صفراء لحارس النيجر، أعتقد أن هذه البطاقة طبعا جاءت لتضييعه الوقت، الآن ربما سيزيد الوقت كذلك الإضافي لخارج الوقت الأصلي للمباراة. قلت هناك بلا شريف وهو مدافع الإكسار ومدافع رائع جدا، لكن طبعا بلا شريف كان قد دخل في خلافات مع المدرب الفرنسي باتريس نيف في معسكر بالسنغال، والباتريس نيف اتخذ قرارا باستبعاد باتريس نظرا للخلافات، باتريس اتخذ قرارا باستبعاد كارلوس بلا شريف نظرا للخلافات التي جمعت معه في السنغال. ولكن طبعا كارلوس او بلا شريف يستحق ان يكون في المنتخب الوطني، والدفاع الوطني بحاجه اليه، لان هذه الاخطاء التي ارتكبت اليوم وارتكبت بالامس وارتكبت البارحه وكانت السبب الرئيسي في كل الخساره التي تعرضنا لها في الشان او الان في هذه المباراه الوديه هي اخطاء دفاعيه. وايضا اعتقد ان هناك بعض الاخبار المحليه التي قالت بان بلا شريف قدم اعتذاره لباتريس نيف، اذا لماذا باتريس نيف لا يقبل اعتذار والنهايه اعتقد المباراه نهايه بالخطا خطا اعتقد ان المباراه مساله متواصله. الان دخلنا في الدقيقه السادسه، طبعا هل الوقت المستقطع الكبير يعبر طبعا عن ضعف في المستوى العام للمباراه، لان المباراه القويه لا تخرج الكره اصلا حتى يكون هنالك وقت مستقطع. واعتقد كذلك بان منتخب النيجر لم يمتعنا اليوم، لم يقدم المستوى الضروري، المستوى المتوقع، المستوى الذي كنا جميعا، والهدف كل كرة أتمنى أن تكون هدفا لتفرح هذه الجماهير الرياضية. حتى ولو كانت مباراة ودية فالانتصار له طعم، له مذاق خاص. نهاية المباراة للأسف بالتعادل الإيجابي هدف لهدف. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه المباراة، وتحياتنا لكم إلى أن نلتقي في مباراة قادمة بحول الله. لكم تحية.